بتوجيهات من الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني، تنفذ رئاسة الحرس الوطني تمرين راية العز 1 خلال يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 12 إلى 13 من نوفمبر الجاري في كافة أنحاء مملكة البحرين، وذلك لاختبار أنظمة القيادة والسيطرة لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تأدية الواجبات الوطنية المنوطة بالحرس باعتباره عمقا عسكريا لقوة دفاع البحرين ودرعا أمنيا لوزارة الداخلية. وتهيب رئاسة الحرس الوطني بالمواطنين والمقيمين الكرام أخذ العلم بذلك. هذا ويأتي التمرين مواكبة لعمليات رفع مستوى الجاهزية والاستعداد وتنسيق الجهود بين وحدات وكتائب الحرس الوطني.